كيف يكون شكل تقرير الإنتاج والتكاليف؟ طبعا هذا التقرير ليس مكتمل، فبقيته سيأتي معنا إن شاء الله بعد أن نستعرض الآن تقرير الإنتاج. تقرير الإنتاج يشتمل على جزئين، تقرير الإنتاج وتقرير للتكاليف. هذا الجزء الذي أمامنا الآن هو تقرير الإنتاج، يبدأ بعمود أول يعبر عن البيانات. سنقوم بإثبات أو بتسجيل كافة عناصر التكاليف فيه، بدءا من التكاليف المستلمة، ثم عناصر المواد، ثم الأجور والتكاليف الإضافية. هذا العمود الأول. العمود الثاني مختص بالتكاليف، إجمالي التكاليف. من أين سيأتي تكاليف هذه المرحلة؟ سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا، وهو عبارة عن ناتج مجموع الإنتاج المحسوب في العمودين الأخيرين، مجموع الإنتاج المحسوب نقوم بضربه في متوسط التكلفة. طبعا متوسط التكلفة موجودة معنا في التمرين، أما الإنتاج المحسوب هذا عبارة عن خلاصة ما سنقوم به في الإنتاج المحسوب، التقرير الداخلي. إذا ما هي المكونات حتى أقوم أنا بإعداد التقرير؟ أولا أقوم بعمل عمود أول للتكاليف، ثم عمود أول هذا عناصر التكاليف، ثم العمود الثاني لإجمالي التكاليف. بعد ذلك أقوم بعمل عمود لكل نوع من المخرجات. العمود الأول هو الإنتاج التام، أو الإنتاج التام مكون من عمود فرعي فعلي، ثم نسبة، ثم معادل. ما هو المعادل؟ هو عبارة عن ضرب الإنتاج الفعلي في مستوى الإتمام. هذا العمود الأول. العمود الثاني الإنتاج تحت التشغيل اللي بنرمز له بغين اثنين. غين اثنين ترمز للإنتاج تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى 80، وأيضا 3 أعمدة فعلي ونسبة ومعادل. ثم الإنتاج تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى 50، أيضا 3 أعمدة فرعية فعلي ونسبة ومعادل. ثم الإنتاج تحت التشغيل آخر الفترة بمستوى 30% فعلي ونسبة ومعادل. طبعا إن شاء الله في التمارين القادمة سنستغني عن الفعلي، وسنضع صف هنا في رأس القائمة، لأن الآن تعدد الأعمدة يعني يجعل التقرير مضخم وكبير. وسيأتي لدينا مخرجات إن شاء الله لاحقا، عندما يدخل التالف ستتعدد لدينا المخرجات، وبالتالي يجب تعديد الأعمدة. فلذلك اختصارا سنستبعد العمود الخاص بالإنتاج الفعلي، ولكن الآن مبدئيا حتى نفهم العملية كيف تتم. إذا لدينا 4 أعمدة للإنتاج التام، والإنتاج تحت التشغيل بمستوى 80، والإنتاج تحت التشغيل بمستوى 50، والإنتاج تحت التشغيل بمستوى 30. انتهينا من الإنتاج المحسوب. الإنتاج المحسوب عبارة عن إيش؟ عن إنتاج تام زائد إنتاج تحت التشغيل. ثم الإنتاج المحسوب هنا. الإنتاج المحسوب هو عبارة عن مجموع الإنتاج المعادل. يعني سنأخذ الإنتاج المعادل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ثم ننقلها بشكل إجمالي إلى الإنتاج المحسوب في هذا الجانب. ثم في النهاية سنقوم بضرب المتوسط في الإنتاج المحسوب يعطيني التكاليف. طيب الآن هذا هو شكل التقرير. إذا أي تقرير في التمارين عبارة عن الجزء الأول البيان وإجمالي التكاليف عمودين، هذا الجزء الأيمن. الجزء الأوسط عبارة عن المخرجات، كم عدد الأعمدة؟ هذا يأتي بناء على توزيع المدخلات والمخرجات. المخرجات عندنا ما هي؟ إنتاج تام، إنتاج تحت التشغيل، إنتاج تالف مسموح به، إنتاج تالف غير مسموح به. تستطيع من تقسيم المخرجات أن تحدد عدد الأعمدة. بعد الانتهاء نأتي إلى الجزء الثالث. الجزء الثالث هو عبارة عن الإنتاج المحسوب، عمود للإنتاج المحسوب وعمود لمتوسط التكلفة. لدينا أشياء جاهزة في التمرين ننقلها إلى هذا التقرير، سنلاحظ ذلك كالتالي. الآن سنلاحظ بأن لدينا أشياء جاهزة موجودة في التمرين، سنقوم بنقلها عملية نقل فقط إلى التقرير. في خانة البيان سنضع صف بكل نوع من أنواع المخرجات. إحنا لدينا 5 مواد بالإضافة إلى التكاليف إلى الوحدات المستلمة، تكاليفها تكاليف الوحدات المستلمة سنضع لها صف، ثم تكلفة المادة الأولى التي تضاف في بداية المرحلة، والمادة الثانية التي تضاف عند 35%، والمادة الثالثة التي تضاف بشكل تدريجي، والمادة الرابعة التي تضاف عند 80%،
والمادة الخامسة لتضاف في نهاية المرحلة، ثم صفر الأجور المباشرة، ثم صفر التكاليف الإضافية والتي تعبر عن التكاليف غير المباشرة، ثم الإجمال. إذن هذه عدد الصفوف. كم نعمل الصفوف بحسب عناصر التكاليف؟ طبعا سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا إضافة تكاليف غين واحد، سنؤجلها. الآن الموجود معنا الآن فقط تكاليف مستلمة بالإضافة إلى المواد والأجور والتكاليف الإضافية. هذا الجزء الأول موجود من التمرين، نقولها على ما هي. ثم آخر صف وهو متوسط التكلفة. متوسطات التكلفة أيضا جاهزة في التمرين، نقولها متوسط تكلفة الوحدة المستلمة 400، ثم المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ثم الأجور والتكاليف الإضافي. لو جمعناها يعطيني متوسط التكلفة. هذه عبارة عن متوسط تكلفة الوحدة التامة للمرحلة الثانية. هذه تشبه 740، تشبه ال 400. ال 400 هي كانت للمرحلة الأولى، الآن 740. الآن لو كنا في المرحلة الثالثة، لو كنا في المرحلة الثالثة، فهيكون تكلفة الوحدات المستلمة من المرحلة الثانية كم؟ 740. إذا كيف جاءت ال 400؟ جاءت من المرحلة الأولى. ال 740 وين ستذهب؟ ستذهب مع الوحدات التي سيتم ترحيلها إلى المرحلة الثالثة. الآن كيف نبدأ العمل؟ سنلاحظ أولا كتبنا الإنتاج الفعلي، أيضا نقلناها نقل. الآن بشوف ما هي الخطوات التي تسهل لي عملية حل التمارين بشكل سريع. الإنتاج الفعلي موجود، أنقله على ما هو. كم الإنتاج التام؟ 2000، اكتبوا 2000. كم الإنتاج تحت التشغيل؟ أبو 80%، 700، اكتبها كامل. والإنتاج تحت التشغيل 50%، 500. والإنتاج تحت التشغيل 30%، 300 وحدة. الآن هذه نقلناها. هذا الشكل اللي تحت سيأتي معنا عند الشرح إن شاء الله. إذا أولا كتبنا الإنتاج الفعلي، من فين أخذناها؟ من التمرين، موجودة، أخذناها بشكل إيش؟ بشكل مباشر من نبدأ. لا، كيف يتم إضافة المواد؟ هذه شرحناها سابقا، قلنا لدينا المواد إما أن تضاف في البداية أو عند مستويات معين أو في النهاية أو بشكل تدريجي. طيب بقي معنا التكاليف المستلمة. التكاليف المستلمة معروف أنها تكاليف أتت لي من المرحلة السابقة، إذا يجب أن تحمل الوحدات في هذه المرحلة بتكاليف الوحدة المستلمة من المرحلة السابقة بنسبة كم؟ 100%. فسواء كان إنتاج تام أو إنتاج تحت التشغيل، هي وحدات ستحمل بالتكاليف من المرحلة السابقة، كل الوحدات سواء كان إنتاج تحت التشغيل أو إنتاج تام. إذا هنكتب هنا كم في مستوى الإتمام؟ 100%. إذا 100%، 100%، 100%، 100%. ولو انتج تحت التشغيل، نعم ولو انتج تحت التشغيل، هو أصلا ما بدأنا في هذه المرحلة إلا بوحدات استلمناها من المراحل السابقة. طالما استلمناها من المراحل السابقة إذا فقد أتتني محملة بتلك الايش؟ بتلك التكاليف. إذا هذا أول عنصر. الآن احنا هناخذ النسب ثم عملية الضرب، هذه نتركها في الأخير لتحديد الإنتاج المعادل. نأتي إلى أول مادة. أول مادة لاحظوا الآن الخطوات لحل التمرين حتى يسهل علينا حل التمرين. بدأنا بالمستلمة، وإحنا عارفين أن التكاليف المستلمة تضاف بنسبة كم؟ 100%، لأنها جاهزة من مراحل سابقة. 2، المادة اللي تضاف في بداية المرحلة، ما قلنا؟ قلنا المادة اللي تضاف في بداية المرحلة تحمل بها الوحدات بنسبة 100%، سواء إنتاج تام أو إنتاج تحت التشغيل. لماذا؟ لأنه طالما قد بدأ العمل الصناعي، لن يبدأ العمل الصناعي إلا بإضافة هذه المادة. إذا كذلك نكتب 100% في مستوى الإتمام، سواء للإنتاج التام أو للإنتاج تحت التشغيل. انتهينا منها. الخطوة الثالثة، احنا ما نمشيش على مادة مادة، لا، سنبدأ بالأسهل ثم الأصعب. ما هي المرحلة الثالثة؟ نأخذ المادة التدريجية، أي الذي هي ألف ثلاثة. طيب احنا ما قلنا في التدريجي، قلنا في التدريجي ستحمل الوحدات بنفس المستوى الذي وصلت إليه. فلو رأينا الإنتاج التام، نقول الإنتاج التام وصل إلى كم؟ إلى 100%، إذا نكتب 100%. طيب وإنتاج غين 2 وصل إلى كم؟ إلى 80، إذا سنكتب 80. وغين 2 أبو 50 وصل إلى 50، نكتب 50. وغين 2 وصل إلى 30، نكتب 30.